متابعين اكيد بصباحنا، ووصلنا لفقرتنا التاليه يلي بتخص الاطفال. كثير في تساؤلات بشهر رمضان المبارك عند الاطفال، لازم نحن نعرف نجاوبهم عليها، وكثير في عادات لازم يتعلموها من الايمان، من الصبر والتحمل. اكيد رح نحكي اكثر كيف فينا نعامل اطفالنا ونعلمهم على الخير وعلى الصبر وعلى الايمان بشهر الخير. بيصيرنا نرحب الأخصائية التربوية مريم الحاج عثمان. صباح الخير مريم، رمضان كريم. رمضان كريم، الله أكرم. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك مريم، كل عام وانت بخير، وانت بخير. ان شاء الله شهر خير وبركه عليك يا وعلى على الجميع. عائلتك تسلم يا رب. مثل ما بنعرف الاولاد بالبيت اول ما يوعوا بيشوفوا اهلهم انه في شيء اختلف في شهر معين، انه ما عم ياكلوا الاهل، فببلشوا بيسالوا انه نحن ليش ما عم ناكل؟ بيقولوا لهم الاهل نحن هلا بشهر صيام. شو يعني شهر الصيام؟ هو مو بس انقطاع عن الاكل، ممكن الام تحط ابنها وتعلمه عده مفاهيم، مو تقول له انا مو جعبالي اكل مثلا، لا، نحن في شيء عندنا اسمه فرض، وفي شيء عندنا نحن بهذا الشهر بنعمله لمبادئ معينه. بدايه كيف ببلشوا الاهل انه يفهموا اولادهم او يعلموا ابنائهم هذا المفهوم؟ تمام. هلا اذا بدنا نفوت على شهر رمضان، طبعا لازم يسبق شهر رمضان اشياء كثيره، تحضير وتحضيرات كثيره. واصلا انا شغاله بمفهوم انه كيف طفلي يصبر، او مفهوم كيف يمتنع عن الشيء وهو قدامه، انه يبلش يشتغل بهالقيمه هي من قبل يعني من فترات الطفوله المبكره. خليني اقول مفهوم الصبر شو. مفهوم الصبر هو قيمه صعبه كثير نعلمها للطفل، ولكن هي ركيزه من ركائز الحياه عند الانسان. هي القيمه اللي انا بدي ازرعها عند طفلي لازم تكون بممارسات، مو بس بالقول. يعني مو معقول انه انا احط ابني مثلا واقول له انه انا مثلا عم بنقطع عن الطعام والشراب فقط لانه فرض، لا، انا بدي افهم طفلي بممارسات، بخبرات، بمهارات عمليه معايشه حتى يستوعب شو يعني مفهوم الانقطاع عن الطعام والشراب، شو هي العباده، شو هو الصبر اصلا. فانا لازم اشتغل من قبل من شهر رمضان. بعدين لما بدي فوت على شهر رمضان اكيد في نقاش وحوار بيني وبين الطفل، ولكن انا سابقته بممارسات فعليه ومعايشات انا بشتغل عليها مع طفلي. هي الممارسات اللي بتخلي طفلي يفهمني لما انا بناقشه بنقاط معينه برمضان، انه انا عم بمتنع لانه هذا فرض، وعم بمتنع لحتى اني انا احس بغيري، احس بالاخرين، وهدول القيم اللي نحن بنعلمهم لطفلنا. نعم مريم، بشهر الخير اكيد يعني اسمه شهر الخير، صحيح. بكتر في عمل الخير، صح. بتكتر هي القيم الاخلاقيه، هي يمكن بتتكرس اكثر. نعم. فكتير ضروري اليوم نحس ببعض، نحب بعض، وخاصة نعلم أطفالنا قديش أنه نحن ما نكون أنانيين، كمان في غيرنا بحاجة لإلنا، وهذا الوقت بالذات نحن كتير بحاجة لبعض. خلينا نحكي كيف منعلم هاي القيمة لأطفالنا، قيمة العطاء، قيمة الإحساس بالغير. تمام. أي قيمة عزيزتي معنوية ما بتجي غير بالقدوة. أنا قدوة طفلي، فلما طفلي بيشوفني انا عم بحسن مثلا لطفل، انا عم بعطي فقير، انا عم صوم، انا عم بمتنع عن الطعام والشراب، انا عم ما بكذب، ما بحكي الفاظ نابيه مثلا، هدول المفاهيم معنويه ما بتجي غير بالقدوه. قدوة لطفل هي بممارسات شايفة كأم وكأب وست وجد والعيلة كلياتها، الطفل بيطلع بيقلد، هو مراية أهله. فلازم يكون أول شيء هي القدوة، الأهل عم بيشتغلوا دول ممارسات ويمارسوهم. بعدين بيجي أنا للنقاش والحوار، ليش ممكن نحن ما بنكذب؟ ليش ممكن مثلا نحن بنعطي فقير؟ ليش مثلا عم نصوم؟ هدول بيجوا بالنقاش والحوار، ولكن لازم يسبقون القدوة عند الأهل. نعم نعم. يعني مريم يمكن التحضير لسه هو المرحلة الأهم من أنه نحن دخلنا بهذا الموضوع. بس يكون الطفل مهيئ لشيء معين، صحيح. بيستقبل الشيء بي بي يعني بسلاسة، تمام، حتى ما بيعذب أهله، صحيح. أكثر يعني دائما يمكن الاطفال يمكن ما بيقدروا يضبطوا حالهم لفتره معينه، ويمكن بيقولوا لهم الاهل انه انتم مسموح معلش بيصومون، ولكن مو بعدد الساعات اللي بيصومها الكبير. يعني ممكن هن يفطروا الاطفال بعد 9 ساعات او هلا بعد 3-4 ساعات احيانا، تكتر. نعم. يعني كمان قد ايه مهم انه ايضا نعود الطفل انه يصوم ولو بفتره قصيره.
صحيح، ولكن هذا كمان برجع بقول لك بده يسبقه اشياء كثيره كمان تحديد. يعني انا لازم اعلم طفلي الصبر، وهي تحدي بالنسبه لي كمربي، هو تحدي كثير كبير اني اعلمه قيمه صعبه ومعنويه وما بتنلمس، هي بتتعايش. فهي هي القيمه اللي عم نحكي عليها عم تندثر شوي شوي او عم تتلاشى شوي شوي. ليش؟ لانه في عندنا هي القيمه سرعه خلص ما عندها البطء، ما عاد فيها البطء بالمجتمع، صار عندنا سرعه بحياتنا، صار عندنا سرعه بالتعامل. كبسه زر كنا نحكي مع يعني قاربنا وين ما كان، قبل كنا نكتب رساله مسج صغيره لحتى نستنى الرد. فهذا الصبر اللي نحن عم نتعلمه بالتعايش هو اللي عم بيخلق عنا هي الحلم، وهذا الشيء اللي نحن لازم نصبر حتى ناخذ فوائد. فوائد الصبر كثير كبيره. يعني انا اذا بدي اقول ليش بدي اعلم طفلي الصبر؟ ليش بدي اخليه يصوم؟ مش هنعلمه انه الفقراء شو بيحسوا وعلموا الصبر هي قيم ومعاني. تمام، طب ليش لا يصبر؟ الصبر هو لحتى يحصل اي شيء جميل بحياتنا محتاج للصبر. اي شيء بدنا نتعلمه محتاج للصبر. اي شيء انا بدي اغيره بشخصيتي وغير بشخصيه الاخرين واثر عليهم هو محتاج للصبر. فالام لما بتغير اي سلوك مع طفلها هي محتاجه لصبر. فلما بتفقد هذا الصبر والطفل شايفها فانا نحن هي قدوه. كمان انا لما بدي اعلم طفلي مفهوم الصبر لازم يكون بالتغيير. يعني انا اذا بدي اغير اي شيء بسلوك فيه بطفلي، طفلي بده يغير بحاله او بده يتعلم اي شيء كان اكاديمي او مهارات الحياتيه محتاج لصبر. فالصبر هو ركيزه اساسيه بحياتنا كانسان لحتى نحن نحسن ننجح ننجز نحقق احلامنا نحقق طموحاتنا ومشاريعنا اللي بدنا اياها. اذا غاب الصبر فإلك تتخيلي قديش نحن ممكن نشعر بمشاعر سلبية كتير. يعني أنا مثلا على سبيل المثال إني أنا مثلا بعرف بخارطتي إنه أنا بدي هلأ أحصل على الشيء كطفل، فلما ما بحصل عليه بسرعة، وهي الحياة ما لها هيك بالسرعة بالأرض الواقع ما بتحصل بسرعة. صحيح. تمام، فشو بيصير بالطفل ونحن حتى الكبار؟ فبصير إنه أنا بشعر بالفشل، بشعر إني أنا أحبطت، بشعر إني أنا ما العجز عدم القدرة. فهذا كلياته مشاعر سلبية بتخليني أنا ابتعد عن تحقيق الشيء اللي بدي إياه. كمان ممكن إنه أنا إذا غابت مفهوم الصبر، هذا المفهوم جدا مهم لإلي كطفل لحتى فعلا يغير لحتى يعلمه هو محتاج يكون إنسان متوازن، محتاج يكون إنسان ناضج عنده نضج عقلي وجسدي وروحي، فمحتاج لخبرة تراكمية وهي الخبرة محتاجة لصبر. فنحن إذا كنا على عجلة دائما بحياتنا فمشكلة عنا لأطفالنا. فأنا لما بدي أعلم طفلي الصوم أنا لازم أكون مهيئته قبل. صحيح. ومعلمته على الصبر شو يعني الصبر، ولما بتختفي هالقيمة شو ممكن تعمل فيني أنا كمربي وكطفل. نعم مريم، خلينا نحكي شيء على أرض الواقع وشيء ميداني يمكن مثل ما بنقول. نعم. كيف فينا نحن ندرب أولادنا من خلال الألعاب أنه هن يتعلموا الصيام، يتعلموا الصبر، يتعلموا الإحساس بالغير أيضا؟ صحيح. هلا نحن القيمة بالحياة هي أصلا شو؟ أصلا التدرج. أصل الحياة هو مفهوم التدرج، هذا المفهوم اللي حيخلق عن طفلي نضج، نضج عقلي، نضج روحي، أو حيخليه هذا النضج يعرف كيف يستقبل أي شيء بده يغيره بحياته أو يتعلمه بحياته. الألعاب اللي تفضلتي فيها حضرتك أكيد أنا نحن قلنا إنه الصبر ما بيجي بالكلام، إنه أنا أقول له كون صبور، ماما لازم تصبر، ما تاكل، لازم تستنى غيرك، لازم تستنى الضيف، ما بصير إنك أنت تنزع الطبق مثلا، هدول الأمور ما بيجوا بالكلام. هدول الامور بيجوا بالمعايشه. كيف؟ بالالعاب اللي تفضلتي فيها حضرتك. شو هي مثل شو؟ ممكن انا مثلا اعمل على سبيل المثال العاب دور، اني يعني انا العب دوري هلا دورك، يلا هلا دوري هلا دورك، مثلا ابني مكعبات معينه، دوري ودورك. طيب كمان بالحوار والنقاش كمان دوري ودورك. بس في فكره كثير مهمه لازم نحط بالنا فيها، الطفل ما بيفهم انه انا هلا دوري بدي اسكت، انا بدي شيء ملموس. فكثير مهم اني انا مسكه طابه او مسكه اي شيء ملموس واقول له هلا اللي بيمسك هالطابه هو اللي بيحكي، هو اللي دوره، يعني كانه مثل مايك مثلا، هو اللي بيحكي، واللي ما بيمسكه هو لازم يسمع. فانا بدير الحوار والنقاش بطريقه عمليه بيفهمها الطفل ان كان طفوله مبكره او حتى متاخره. في عندنا كمان العاب كثيره ممكن انا اشغل فيها طفلي بمهارات الحياه اليوميه، اللي هي مثلا مثل تنظيف محتاج لصبر على فكره ستات البيوت. صح. مهارات الحياه اليوميه اللي الطفل كل ما نحن فوتنا هالمهارات بطفوله مبكره اكثر كل ما استجاب معنا اكثر وكل ما حصد قيمه الصبر اكثر. في عندنا مثلا العاب التركيب والفك محتاجه لصبر، ممكن انا اجيب له مثلا براغي وعزاءات وخليه ياخذهم للاخير ويفتحهم، نحن ما لنا صبر عليها ولكن الطفل جدا عنده صبر ولكن اذا امنت له البيئه المناسبه. هلا على سبيل المثال الامهات كثير بتقلي انه انا عند الدكتور ما بيقدر طفلي يقعد بيهدى، بده يستنى دوره يعني كدور انه مرضى فايتين. فبقول لها استثمري انه علميه قيمه الصبر
والانتظار وفن الانتظار مع اني انا استثمر وانا عم بصبر اني اشتغل على حالي. كيف ممكن انا قاعده مثلا بالعياده اقول له نحن هلا شايفين شيء احمر شو هو، واللي بيجيب اكثر عدد من الكلمات فيها لون احمر بالبيئه موجوده عندنا هو الربحان، او مثلا المز ظهره باصبع او ايد له اي ايد واي اصبع. الربح نحن كيف فينا يعني ربح يكون شيء معنوي؟ اكيد ما فينا اكيد دائما شو ما عمل اذا عدى او اذا هي كل الوقت طبعا. كيف فينا نحن نكافئه للطفل يلي عم ينجز القيم يلي عم يتعلمها بسرعه؟ هلا القيم المعنويه اللي بتقصديها، طبعا انا اول شيء بكافئه ماديا، الطفل بيحب المكافآت الماديه، ولكن شوي شوي حاسحب هالمكافآت الماديه لحتى يحس بقيمه اني انا راضي عن حالي وعن انجازاتي. الانجاز اللي انا عملته هو مكافاتي، ولكن ما بيجي دغري مباشره، هي القيمه المعنويه اللي بده يوصلها، مثل رمضان، رمضان انك انت صمت فانت حصدت العيد مثلا، بده ينتظر العيد ليجي، فهذا فن انتظار، ولكن هي قيمه معنويه وماديه للعيد، ولكن هلا وتشويق وصبر. هي فن انتظار على فكره 30 يوم انا استنى لحتى البس جديد ولحتى اركب مراجيح وملاهي ولا قصص واخذ خرجيه او عيديه، هي قمه بفن الانتظار جدا رائع على الطفل، خاصه بالطفوله المبكره بحبوها كثير لانه هن بيمارسوها ممارسه وبيستنوها. نعم. بس اللي تفضلت فيه حضرتك انه كيف ممكن نحن نكافئ الطفل؟ بنكافئه ماديا اولا على شيء اللي عمله بالطفوله المبكره، ولكن شوي شوي بنسحب المكافاه الماديه ليحس انه هي في لذه اني انا عم مثلا عم صوم، في لذه اني انا عم بنطر لحتى احقق نجاح، في لذه اني انا عم بنطر لحتى اتعلم، واللي بالصبر بدي اتعلم لحتى انا احصد الشهاده الفلانيه واحصد النجاح الفلاني، فشوي شوي بندرج انه نسحب المكافآت الماديه لحتى يحس بالمكافآت المعنويه. نعم، يعني كثير معلومات هيك لازم يكونوا الاهل استفادوا منها لحتى يدربوا اولادهم مشان هلا رمضان ورمضان اللي جاي حسب الاعمار طبعا. نحن كثير بدنا نتشكرك ويسعد صباحك يا مريم. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا.